السلام عليكم كابتن علي. حبيبي كابتن، اكثر شغله ضجيت منها المدربين شنو؟ اكثر شغله ضجيت من عندها المدربين من يجوني امر اللاعب يدخلك للملعب بالحذاء مالته او ذكرا بالنعال مالته، هاي شغله ضوج. المفروض ولي امر اللاعب يحترم المكان اللي يدخله، ينتظر المدرب لحد ما يخلص التمرين يلا يجي يسلم عليه او يساله او عنده استفسار يمه، مو قبل يدخل بنص التمرين. يعني المدرب جاي يمرن وجاي يصيح ويعيط ويشرح تكتيك ويجي لك ولي امر لاعب يجي يدخل لك بنص التمرين، السلام عليكم كابتن، بس هذا ابني اختبره. يعني انت مفلشت التمرين، لا بقيت احترام للمدرب، لا بقيت احترام للمؤسسه، لا بقيت احترام للدنيا. المفروض على ولي امر اللاعب يعني ينتظر المدرب لحد ما يخلص وحدته تدريبية، لحد ما يخلص مثلا سالفته، لحد ما يخلص تمرينه يلا يجي يستفسر من عنده. فأتمنى من كل أولياء الأمور اللاعبين أن ما يدخل للمدرب، أي مدرب كان ما يدخل قبل، ينتظره كابتن ما قصدك بس استفسار، كابتن سلام عليكم بس دقيقة من وقتك. المدرب هنا أنا عادي يقول لك ثواني وأجيك، هسه وأجيك، يجيك بسرعة، ها تبقى بعد يوم المدرب، بس ما يصير تدخل نص التمرين. تحياتي لكم المدرب علي كاظم حسين.